خلينا لو سمحتم نذهب إلى الرياض. الأستاذ سليمان العقيلي، مساء الخير أستاذ سليمان، أنا سعيد أنك تكون معنا الليلة في البرنامج، وصلنا زمان ما حكينا سوا. خليني أسألك أستاذ سليمان، أنت ككاتب سعودي مرموق وأستاذ علوم سياسية، كيف هي العلاقة اليوم مع آل الحريري ممثلة بالرئيس سعد الحريري؟ خلينا نستوضح منك، لأنه في كتير كلام عن علاقات السعودية بالحريري، وهي الحريري وهي التي طلبت منه أنه يغادر لبنان وأنه ينكفئ عن السياسة وأنه صار في توتر بالعلاقة. يعني اشرح لنا شو هو واقع العلاقة اليوم. أولاً أحييك دكتور سامي أهلاً وأصحاب فيك. المعالي والسعادة ضيوفك والمشاهدين الكرام، واسمح لي في البداية يعني مقاربة من خارج الصندوق اللبناني تفضل. أن أقول إنه السنة في لبنان الحقيقة ليسوا طائفة، وإنما يتمثلون دائماً في الدولة، ومشروعهم دائما كان الدولة، ولذا كانت المملكة العربية السعودية تدعم مشروعهم، مشروع الدولة ومشروع كل لبناني. والسنة الحقيقة يعني تيار وطني أحيانا يتجمع وأحيانا يتفرق على كافة التيارات الوطنية الأخرى، وعمرهم ما يعني شعروا بأنهم أقلية أو أنهم ينتابهم قلق على الوجود أو على المصير، إنما قيمتهم الحقيقية في مشروع الدولة. وهذا الحقيقة التي يتلاقى فيها السياديون في لبنان وفي مقدمتهم السنة والمملكة العربية السعودية، التي الحقيقة تحرص على قيامة الدولة في لبنان، خاصة إنه يعني إذا ما استذكرنا تصفية الرئيس رفيق الحريري، في الواقع لم تكن اغتيال رمز سني بقدر ما كانت محاولة للانقضاض على المشروع الدولة الذي كان يتبناه الرئيس الحريري. اليوم الحقيقة منذ 2016 أو ما يسمى التسوية الرئاسية التي انخرط فيها الرئيس سعد الحريري، الحقيقة إنه المملكة كانت غير مرتاحة لأن يبتعد الزعيم السني عن مشروع الدولة ويلتحق بمشروع الدويت أو بمشروع الميليشيات. وهذا الحقيقة هو الفاصل السياسي بين المملكة العربية السعودية والشيخ سعد، ولا يوجد شيء يعني في نفوس الطرفين يتعدى القيمة التي تجسدها الحريرية السياسية ويجسدها السنة، وهم دائما كانوا عماد الدولة الوطنية في لبنان. فلذا أوكي. أنا نعم يعني أستاذ سليمان، أنا بفهم منك من خلال المداخلة القيمة اللي تفضلت فيها أنه الخلاف أو التباين السعودي مع الرئيس سعد الحريري كان لأنه هو تنازل كما تتفضل لما تعتبرها ميليشيات، يعني تقصد بشكل واضح حزب الله وغيره، هذا هو سبب الخلاف. نعم. نعم 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 يعني والحقيقة إنه المملكة لا تتدخل في التفاصيل السياسية سواء للأحزاب أو للتيارات في لبنان، لكنه في الواقع الذي حصل أن المملكة اليوم سواء مع الحريري أو مع السنة أو مع غيرهم تقترب أو تبتعد بمقدار اقتراب الآخرون الآخرين من مشروع الدولة في لبنان. طيب هل يعني أستاذ سليمان، ولا ينبغي أن يكون هذا مزايدة على اللبنانيين بقدر ما هو يعني حرص على أن بقاء الدولة وقيامتها في لبنان، لأنه رأينا في المملكة العربية السعودية بعد يعني انهار الدولة
يعني تقويض دورها، رأينا الحقيقة الانعكاسات تخرج إلى خارج لبنان، وإصابتنا الحقيقة في عمق الأمن القومي السعودي وفي عمق المجتمع السعودي. طيب أستاذ سليمان، يعني مداخلك هي ستنعش هذا الحوار، وأنا يعني أركز على بعض الأسئلة لأنه هذا ما سنناقشه أيضا ليلة، الدور العربي السعودي المصري، الدور التركي أيضا في لبنان حاليا. خليني بشكل سريع بس بدي أتمنى عليك، يعني ستبقى معنا طيلة الحلقة، ولكن بشكل سريع، هل يمكن القول اليوم أنه السعودية لا ترغب بأن يكون الرئيس سعد الحريري هو الواجهة السنية في لبنان؟ إطلاقاً أخي سامي، دكتور سامي، المملكة لا تتدخل في من يمثل السنة أو من يمثل أي طائفة أخرى، ولكن تتمنى أن لا يطلب من لا يتبنى المشروع الوطني في لبنان، يطلب من المملكة دعم، وخاصة الدعم السياسي طبعاً، لأنه كثير من الساسة في لبنان أثرياء وحتى أكثر من السعوديين. فالمملكة لن تقدم دعم لأي شخصية سواء سنية أو غيرها لا تتبنى مشروع الدولة والسيادة. ولا نزايد على اللبنانيين في هذا، لكنه نحن أصبحنا جزء من هذه الانعكاسات التي سقوط الدولة يؤثر.